لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن موسى مكيا ناقد الرياضي. أهلا بك سيد موسى. يعني رغم السقوط إيابا برباعية أمام روما، إلا يعني أن فوز ليفربول بخماسية ذهابا قد أمن له تذكرة العبور إلى نهائي الشامبيونز ليج، كيف شاهدت هذه الموقعة؟ أهلا وسهلا. بكل صراحة كانت يعني توقعات النتيجة عندما الإياب كان في الذهاب كان فاز بها يعني تحصل عليها بشكل يعني دفاعيا وهجوميا، وكان عنده سرعة التنفيذ، كان التنفيذ وسرعة التنفيذ والدقة في التنفيذ، لكن في المباراة الإياب بكل صراحة حافظ عليها. نعرف بأن كلوب من المدربين الكبار، المدربين الكبار نعرفهم نحن كيف يتعاملون مع الفرص والتعامل وحتى وضع السلاح اللاعبين الذين يكون عندهم الذين يخرجون من التوقع وحتى من السيطرة. في المباراة الثانية في مباراة الإياب كانت أخطاء شخصية واللاعبين كانت عندهم يعني موجودة بريتم عالي. نعرف عندما تلعب الإياب مباراة الإياب في إيطاليا صعب أن تلعب ضد فرق كبيرة مثل آيس روما لأنه الضغط العالي ومرهق جدا، وحتى في سواء كان فرديا أو جماعيا. هذا هو الشيء الذي ترك أنه فريق آيس روما أنهم يرجعوا، والأخطاء التي ارتكبها المدرب وهو أخرج ماني الذي سبب له المشكل حتى في مرحلة الذهاب عندما أخرجه، سجل عليه هدفين فريق آيس روما، وحتى عندما أخرج فيرمينيو في الدقيقة 87 وأخرج أرنولد في الدقيقة 93، وبالتالي بعد دقيقة عندما أخرج أرنولد سجل عليه الهدف الرابع. نعم. طيب يعني على الرغم من ضم فيرجيل فان دايك إلا أن الخط الخلفي لليفربول يعني لا زال يتلقى أهدافا بالجملة، يعني برأيك ما هي أسباب إخفاق كلوب في إيجاد الحل المناسب؟ بكل صراحة قدوم كلوب عندما جاء كلوب إلى ليفربول قدم الكثير، هي إخفاقات. نحن نتكلم على فريق ليفربول عندما كان سابقا يعني في 15 منذ أن توج في 2005 لم يرجع ليفربول الذي هو حاليا، ولكن منذ قدومه كلوب قدم الكثير. على سبيل المثال العام الأول عندما جاء ذهب إلى الى الى النهائي الى الى نهائي الكاس الى نهائي كاس اوروبا، والعام الثالث هو فيه هو ذهب الى النهائي لرابطة ابطال اوروبا. فان ديك من المدافعين الكبار الذي هو تألق مع فريقه سلتيك غلاسكو وذهب الى ساوثامبتون وابرز نفسه، وبالتالي ذهب الى ليفربول كان الحلم الفريق الذي يلعب فيه. فان ديك نعم. ما زال طيب. عنده وقت لأنه حتى فان ديك عندما كان طيب. حتى طيب. عندما نتكلم على مان سيتي صبر عليها أوتاماندي، وأوتاماندي في العام الأول لم يقدمه، في العام الثاني قدم الشيء الكبير. طيب سيد موسى، نتحدث عن الورقة الرابحة هنا محمد صلاح، يعني البعض يرى أنه يعني لاعب ليفربول قد عانى خلال آخر مباراتين أمام ستوك سيتي بالدوري وروما بالأمس، يعني برأيك ما هي أهم هذه الأسباب؟ بكل صراحة عندما نتكلم على لاعب مثل محمد صلاح نحن نرى اللاعبين الكبار لم يسجلوا يعني أهدافا، على سبيل مثال مارادونا أو رونالدو أو غيرهم من اللاعبين الكبار مستر كلاس بلايرز، ولكن نحن الآن في القرن 21، يعني الكرة تغيرت وتطورت وتحسنت. محمد صلاح في ستوك لم يؤدي مقابلة يعني في المستوى، ولكن نرى بأن هذا اللاعب ليس بلاعب عادي، سجل أهداف ما بين 30 هدف و 45 هدف، يعني لاعب في القمة. هو يعني عامه الأول في ليفربول وعانى وعنده تحدي، ولا ننسى هو عنده مقابلة ضد لاعبين كبار في النهائي ضد في رابطة أبطال أوروبا ضد فريق الكبير ريال مدريد، وبالتالي سوف إذا فاز ليفربول سوف يكون ثاني لاعب
في رابطة أبطال أوروبا، يحقق نعم يحقق اللقب بعد الجزائري رابح ماجر الذي توج ضد مع نعم اف سي بورتو ضد فريق بايرن نعم ميونخ، ولما لا نرى بالطبع نراه يعني يحقق ما حققه ايضا لاعب نعم محرز في نعم البريمير نعم ليج ذلك ومثل بالطبع لاعبين نعم كبيرين وصلت اخرين. الصورة. شكرا جزيلا. كمعنا للحديث عن تأهل ليفربول للشامبيونز ليج، للمزيد من التفاصيل كان معنا من لندن موسى مكي الناقد الرياضي.